مستثمرة وتحديدا أن على الحكومة الإسرائيلية أن تتواجد وسط كل الإسرائيليين وتحديدا المنشآت سواء كانت إسماعيلية أو إسرائيلية. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشرف اليوم بزيارة مجموعة كبيرة من المشروعات الصناعية اللي بيتولاها القطاع الخاص. طبعا أنا بشرف برفقة زميلي نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل وزير، المهندس حسن خطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسيادة الفريق أحمد خالد محافظ إسكندرية، وقيادات تنفيذية للوزارتين والمحافظة. ويمكن هدفنا يمكن كل الزيارات اللي بتتعمل، والسادة الوزراء طبعا يعني على مدار الأسبوع الحقيقة بيقوموا بهذه النوعية من الزيارات، إن احنا بنتفقد وندعم ونشجع الصناعة الوطنية على إنها التوسع وحل المشاكل بتاعتها. وجودنا في الزيارات الميدانية بيبقى بنعرف على الأرض إيه المشكلة وبيتاخد قرارات فورية وإحنا موجودين، ودي بتبقى أعتقد مهمة جدا وبتوفر على القطاع الخاص والمستثمرين. عدد منهم بيقعد يقولوا إحنا بقالنا شهور عمالين نحاول نحن نعرض مشكلتنا او الموضوع تايهين في الورق والاجراءات البيروقراطيه، بيتاخد القرار واحنا موجودين فورا في نفس اللحظه علشان نتحرك. حتى لما بيبقى فيه موضوع اكبر بيبقى على طول بيبقى فيه اتفاق، وزي دلوقتي هنا بما يخص منطقه مرغم الثانيه يعني تم التوافق ان هيبقى فيه اجتماع الاسبوع القادم لحل مشكله المنطقه كلها على بعض، لانها ما تخصش مصنع لوحده. هو ده طريقة وطبيعة وفلسفة العمل النهاردة في الحكومة الجديدة. أولا التنسيق الكامل ما بين الوزارات وبعضها البعض، حل المشاكل على الأرض بصورة فورية، وهو ده اللي احنا يعني بنجري فيه كلنا في قطاع الصناعة، اللي أنا دايما بقول وأعتقد سيادة الرئيس قالها أكثر من مرة، هو الأمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة جدا في خلال الفترة الجاية، وإحنا إن شاء الله حريصين إن يحصل فيه قفزات كبيرة جدا خلال الفترة القادمة بإذن الله. إحنا شوفنا النهاردة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المصانع، يعني بدءا من المصنع الأول الخاص بصناعات البورسلين، والحقيقة مصنع على أعلى مستوى، رحنا مصنع للأدوية برضو من أكبر المصانع اللي بتصدر، ورحنا بعد كده الحقيقة عدد من المصانع المتخصصة في صناعة المنسوجات والفرش والحاجات البلاستيكية وكل الكلام ده، وانتهينا هنا في منطقة مرغم واحد ومرغم اتنين، وقبلها زي ما قلتوا حضراتكم شفتوا كان في المنطقة الحرة. أهم حاجة إن الحقيقة الصانع المصري لا ينقصه لا الكفاءة ولا الخبرة، وقادر ان هو يفتح اسواق عالمية في الخارج. وبالتالي يعني اذا كنا بنتكلم ان احنا عندنا قدرة على مضاعفة الصادرات بتاعتنا، لا ده فعلا الكلام ده قابل للتطبيق وباسرع كثيرا مما ان احنا حتى نحلم. ولكن الهدف كله او النقطة التحدي الكبير اللي بيواجه المصنعين بيبقى فيه اجراءات بسيطة على الارض، بيبقوا بيشتكوا ان الاجراءات البيروقراطية الروتين الكلام ده كله، هو ده من خلال حركتنا المستمرة معاهم والاجتماعات المتواصلة والمجموعة الصناعية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اللي موجودة، هدفها كله ان احنا نشجع هذه الصناعات ان شاء الله الفترة الجاية عشان تتوسع وتتضاعف عملية صادراتها. لان لا سبيل، وزي ما قلنا الموضوع مضاعفة الموارد الدولارية غير بتشجيع الصادرات في خلال الفترة الجاية. واعتقد ان شاء الله النهاردة احنا هنبقى حريصين، كل يعني معالي الفريق كامل بيبقى على طول موجود، معالي وزير الاستثمار ايضا بنزور المصانع، ولكن هنبقى مع بعض برضو بنزور في كل محافظة ان شاء الله عدد من هذه المشروعات الصناعية. شكرا لحضرتك.